التغير المناخي العالمي في ذروته، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة إلى تساقط أمطار غزيرة وصولاً إلى الفيضانات والأعاصير. نبدأ من السعودية، إذ يشهد معظم مناطقها سحباً ركامية بسبب ارتفاع درجات الحرارة من 47 درجة مئوية إلى 55، فيما أشار مرصد العراق الأخضر إلى أن درجة الحرارة ستتجاوز 51 درجة مئوية في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي في العراق. في البلدان العربية كانت لحد الآن درجات الحرارة تصل تقريباً إلى 40 درجة في بشكل عام، الآن درجات الحرارة مهيئة إلى أن ترتفع أكثر وأن تصل إلى 50 درجة وأن تكون هذه الحالة متكررة. أما في أوروبا فقد رفعت مناطق شاسعة من جنوب وشرق القارة العجوز حالة التأهب الحمراء تحسباً للموجة الحر. كثير من البيوت في أوروبا وفي المدن الكبرى وفي الأرياف غير مهيئة لتقبل درجات حرارة تتجاوز 40 أو 35 درجة، لأنه ليست ثمة مكيفات، ثم إنه حتى إذا وجدت هذه المكيفات فإن أزمة الطاقة الحالية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية تجعل من كثير من الناس غير قادرين على دفع فاتورة الكهرباء. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من زيادة مخاطر الوفيات في ظل الأحوال الجوية القاسية للقارة، إضافة إلى قارة آسيا والولايات المتحدة. ففي ولاية أريزونا حطمت مدينة فينيكس رقماً قياسياً في درجات الحرارة منذ ما يقارب 50 عاماً، ووصلت إلى أكثر من 110 درجات فهرنهايت. أفريقياً شهدت منطقة مولاي إبراهيم في إقليم الحوز التابعة لجهة مراقش في المغرب حالة جوية استثنائية بعدما فوجئ السكان بسيول جارفة أدت إلى تضرر محال تجارية ومقاه وجرفت عدداً من السيارات. وفي الصين أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيراً برتقالياً بعد اشتداد حدة العاصفة الاستوائية وتحولها إلى إعصار حمل أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية وأحدث موجات عالية وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار.